دمرت القوات المسلحة الأردنية هدفا جويا فوق المنطقة الشمالية الشرقية من حدود المملكة فجر اليوم، وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة أنه تم رصد الهدف ومتابعته من قبل وحدات سلاح الجو الملكي، حيث تم تدميره في منطقة خالية من السكان ضمن محافظة المفرق. وأكد المصدر أن أي اختراق لحدود المملكة البرية أو الجوية أو البحرية سيتم التعامل معه بكل حزم وقوة، وأن القوات المسلحة لن تسمح بأي كان للمساس بأمن الوطن أو المواطن. واصلت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قصف المدن والمستوطنات والمواقع الإسرائيلية بالصواريخ والقذائف، حيث دمرت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا على جبل الصوراني شرق مدينة غزة بعبوة برميلية، واستهدفت مطار بن غوريون الذي أوقفت شركات طيران عالمية رحلاتها إليه بثلاث صواريخ، فيما قصفت سرايا القدس مستوطنة كريات ملاخي بصاروخي جراد وياد مردخاي بأربعة صواريخ، كما فجرت المقاومة عبوة لأفراد على قوة أو قوة الراجلة شمال بيت حانون، وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابط كبير في وحدة الاتصالات التابعة للجيش قرب الحدود مع غزة، وبذلك ارتفع عدد قتل الجيش أو قتل جيش الاحتلال بحسب ما تسمح بنشره الرقابة العسكرية في الجيش الإسرائيلي إلى 33 جنديا، بالتزامن مع إعلان الجيش استدعاء 65,000 من جنود الاحتياط في الجيش منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم 19 إلى أكثر من 834 شهيدا وما يزيد عن 5250 جريحا. وأعلنت كتائب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد مسؤول الإعلام الحربي القائد صلاح أبو حسنين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزله في مدينة رفح. وأفادت مراسلتنا في القطاع أن قوات الاحتلال دمرت اليوم عشرات المنازل في مدينتي رفح وبيت حانون، كما استشهدت امرأة فلسطينية حامل في شهرها الأخير وأصيب اثنان آخران على الأقل بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا لعائلة الشيخ علي في دير البلح وسط قطاع غزة. واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في المغراقة وسط القطاع ما أدى لاستشهاد ثلاثة وإصابة أربعة بعضها خطيرة إصابتهم، حيث تم نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى. استشهد شابين فلسطينيين اليوم متأثرين بجراحهما جراء تعرضهما لإطلاق نار من قبل مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية طريف عاشور إن الشابين توفيا متأثرين بجراحهما جراء إطلاق مستوطن إسرائيلي النار على مجموعة من المصلين لدى خروجهم من الصلاة في أحد مساجد بلدة حوارة قبل أن يلوذ بالفرار، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم ونقلوا على أثرها للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي في المدينة. وعلى صعيد متصل أعلنت مصادر طبية عن استشهاد ثلاثة شبان في بلدة بيت أمر قرب الخليل خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال، هذا وتسود أنحاء الضفة الغربية حالة من التوتر بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم 19 على التوالي. شيع مئات الفلسطينيين اليوم جثمان الشهيد محمد الأعرج إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم قلنديا في مدينة رام الله المحتلة، وكان الأعرج قد استشهد عقب إصابته خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز قلنديا العسكري خلال مسيرة حاشدة نظمت دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. وشهدت بعض المواجهات العنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرة حاشدة شارك بها عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين. هكذا تحولت شوارع الضفة والقدس لساحات مواجهة واشتباك مع الاحتلال نصرة لدماء شهداء غزة. المواجهات اندلعت بين آلاف المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في شتى أرجاء فلسطين.
يقول للعالم أن العدوان على غزة هو عدوان علينا جميعا، ويجب أن يوقف هذا العدوان، ويجب أن يرفع الحصار عن غزة، وإلا سإن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده هو في حالة غضب شعبي بكل الأماكن. هنا في رام الله أكثر من 20,000 متظاهر انطلقوا من أمام مخيم الأمعري باتجاه حاجز قلنديا شمال القدس في مسيرة أطلقوا عليها اسم مسيرة 48,000، وذلك احتجاجا على استمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. جينا اليوم دعم لأهلنا بغزة، نحن هون مش راح نسكت، الدم ما بيزل بالدم، والدول العربية ما راح توقف معانا. احنا بالحجر بنعمل كل اشي ولحالنا وما بدنا حدا. عدواننا على هنا في غزة عدوان سافر، مش راح نسكت عليه وراح نسكت عليه، وان شاء الله الليلة صلاتنا في قلب الأقصى. مع أن وصلت المسيرة إلى حاجز قلنديا، أطلقت قوات الاحتلال الرصاصة والقنابل باتجاه المتظاهرين، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد الأعرج وإصابة أكثر من 250 مواطن بالرصاص، بينهم عدد بحالات خطيرة. الجيش هي ما أنت زي ما أنت شايف هون بضرب غاز ورصاص حي، صار متصاب لهلا بحدود 4-5. العدوان والحصار على غزة إخواننا بغزة بدنا ننهيه، وبأي حال بدنا ننهيه. الانتفاضة الثالثة بدأت، وجماهير شعبنا خرجت رجالا وشيوخا ونساء وأطفالا وشبابا وشابات. لن نترك غزة وحدها، نحن شعب واحد، وهي الانتفاضة الثالثة. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه مش يعمل اللي بده اياه. المواجهات هنا وصفت بالأعنف منذ سنوات. قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بغزارة نحو الشبان، ولم تمر دقيقة دون سقوط مصاب، وسيارات الإسعاف لم تتوقف ذهابا وإيابا لنقل الجرحى. أما مجمع فلسطين الطبي فقد كان في حالة استنفار جنونية نظرا لكثرة استقبال المصابين. هي انتفاضة شعبية لطالما ترقبتها فلسطين. جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فاقت كل الحدود لتشعل غضب الفلسطينيين هنا في الضفة الغربية، الذين خرجوا في مسيرات جماهيرية يهتفون بأعلى صوتهم زاد الحد وطفح الكيل، يا انتفاضة شد الحيل. من أمام حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، نبال فرسخ، رؤية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيا في مواجهات عنيفة اندلعت في مدينة القدس المحتلة ليلة أمس، لدى محاولة الآلاف من الشبان الفلسطينيين الوصول إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر. واستخدمت شرطة الاحتلال قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع والمياه الكريهة والرصاص المعدني المغلف بالمطاط لتفريق الشبان الذين تجمعوا على عدد من بوابات البلدة القديمة، ما أسفر عن عشرات الإصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين. فيما أعلنت شرطة الاحتلال عن إصابة 2 من عناصرها، وكان الاحتلال الإسرائيلي منع من هم دون 50 من دخول المسجد الأقصى، والذين جاء أغلبهم من الداخل الإسرائيلي. كما سيرت 100 حافلة وانضم إليها أهالي مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية، وقدرت أعداد من تمكنوا من إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى بين 40,000 إلى 45,000 مصل، أغلبهم من النساء وكبار السن وعدد محدود من الشباب. يواصل وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جودة جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث أجرى جودة اتصالات مع نظرائه الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري والمصري سامح شكري، بحث خلالها استمرار العدوان على غزة وتداعياته وجهود وقف إطلاق النار. وأكد وزير الخارجية على ضرورة استمرار الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين واحترام كافة الأطراف لقواعد القانون الدولي الإنساني واستئناف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي من شأنها أن تعالج جذور المشكلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الأمن لكافة شعوب المنطقة. وأطلع وزير الخارجية نظراءه على اتصالات والجهود الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سعيا إلى التوصل لوقف العدوان الإسرائيلي ولوقف إطلاق النار وبحث النقاط الست التي يتم إثارتها حاليا
حاليا، وهي موضوع المعابر وفك الحصار والإفراج عن الرواتب والحدود البحرية والميناء والإفراج عن الأسرى. وأشار جودة إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحرم القدسي الشريف وضرورة وقفها فورا، والتي تستنفر مشاعر المسلمين في كل مكان، وذلك من منطلق الرعاية الهاشمية والدور الأردني للتصدي لهذه الانتهاكات. أكد مسؤولون فلسطينيون أن ما يجري في قطاع غزة هو عدوان لا يجوز التقليل من شأنه، وليس نزاعا أو اقتتالا، في إشارة إلى ما ورد في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي وصف فيه العدوان بالاقتتال. وأشار المسؤولون إلى أن الدور المصري الإقليمي والعربي سيتطور مع الوقت بشكل أكبر، وخاصة مع التعاطي مع الوضع في فلسطين المحتلة. الكلمة التي وجهها السيسي حسب ما أعرف أنها كلمة مرتجلة وليست مسجلة، يعني ليست مكتوبة. لذلك فإذا يعني قد تكون الارتجال في الكلمة واتخاذ وصف يعني الصفة الصفة العسكرية وليست الصفة السياسية، أنا أخذ بالنوايا الحسنة. لا يمكن أن نصف ما يجري منازعة أو خلاف أو ما إلى ذلك، هناك عدوان، ويجب أن لا نلغي أو نقلل من أهمية العدوان والمجازر المنظمة المرتكبة التي ترتكب يوميا بحق شعبنا الفلسطيني. الآن المؤسسات الدولية وآخرها مجلس حقوق الإنسان يعتبر ما يجري جرائم حرب. هذه التعابير بما في ذلك التعبير الذي أرساه مرسي عام 2012 في الاتفاق أعمال عدائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كل تعابير تنافي الواقع، تجافي الحقيقة. ما يجري عدوان على الشعب الفلسطيني تدميري ومجازر وإبادة جماعية ينبغي أن تتوقف. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة نشرة الأخبار من رؤية. نظمت الحركة الإسلامية والحركات الشعبية والشبابية اليوم مسيرة حاشدة انطلقت من أمام المسجد الحسيني باتجاه ساحة النخيل، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والصمت العربي تجاهه. وطالب المشاركون الحكومات العربية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم نهج المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. المزيد من التفاصيل حول أبرز المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها محافظات المملكة اليوم في تقرير مراسلتنا رنيم عبدين. غضب تراه على تلك الوجوه المشاركة في المسيرات الحاشدة أمام ما يجري بحق شعب غزة. فمئات المحتجين انطلقوا اليوم عقب صلاة الجمعة من المسجد الحسيني وسط البلد تنديدا بحمام الدم في غزة، واستجابة للنداء الذي أطلقته فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني، ودعما للمقاومة الصامدة أمام العدوان الصهيوني. أعتقد أن الأنظمة العربية والشعوب العربية مدانة لتواطؤها على القضية الفلسطينية، كما أيضا القانون الدولي الإنساني والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن يصمت عما يرتكب. شعبنا الصابر المرابط يقود معركة التحرير بإذن الله، وهذه بداية النهاية للكيان الصهيوني. هذه رسالة أولا غضب أردنية ورسالة دعم أردنية في مواجهة العدوان الإجرامي الصهيوني الذي تتعرض له غزة، وهي في الوقت نفسه تأكيد على أن الحركة الوطنية الأردنية والشعب الأردني هو جزء لا يتجزأ في المعركة المصيرية الدائرة على غزة. محافظتا الكرك والطفيلة كعادتهما لم تخلو وقفتهما من رسالة غضب لما يحدث في قطاع غزة، فقد نظمتا وقفتين تضامنيتين مع الأشقاء الفلسطينيين بعد صلاة الجمعة، مطالبين بفتح المعابر والحدود مع جمهورية مصر العربية لمعالجة الجرحى وتوفير الأدوية والمساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. كما ندد مشاركون في مسيرتين انطلقتا من مخيمي إربد والشهيد عزم المفتي بعد صلاة الظهر اليوم بجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مطالبين الشعوب العربية بالضغط على حكوماتها للتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والمقاومة.
ليست هي المسيرات الأولى هنا للمطالبة بالوقوف إلى جانب غزة، فهو مشهد يتكرر وعدد ضحايا غزة ما زال في ارتفاع، لكن يبقى الأمل هنا بأن تتوقف الحرب على غزة دون أن يتوقف التضامن معها. رنيم عبدين، لرؤية. اعتصم العشرات من الحركات الشبابية والشعبية مساء أمس في ساحة مسجد الكالوتي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان نصرة لغزة وتنديدا بالمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تمجد المقاومة وتستنكر الموقف المصري اتجاه ما يحدث في القطاع، مستنكرين الصمت العربي ومطالبين الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب. وفي الكرك خرجت مسيرة حشدة في المزار الجنوبي تضامنا مع الشعب الفلسطيني في غزة ورفضا للموقف العربي تجاه المجازر التي تحدث في القطاع. وأكد المشاركون في المسيرة على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين. وفي إربد نظم حزب جبهة العمل الإسلامي مسيرة حشدة مساء أمس انطلقت من أمام مسجد إربد الكبير باتجاه دوار وصف التل دعما لصمود أهالي قطاع غزة. وتخلل المسيرة مهرجان تضامني ألقى خلاله المشاركون كلمات مجدوا فيها المقاومة وأسرها الجندي الإسرائيلي شاول أرون. هدف من هذه المسيرة أنه يعني الواحد يكون واقف مع كل فلسطيني وكل يعني مع الناس كلها وضد أي ظلم يصير في الدنيا. وبالنسبة لي أنا فلسطيني الأصل الأردني الولاء، وشعبي بغزة قاعد بنضرب والعرب قاعدين بتطلع والحكام قال اجتماعات، يعني إيش قاعد بصير في العرب مش عارف. أكد رئيس مجلس الأعيان السابق طاهر المصري أن رد المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي في غزة يمثل نقطة تحول مهمة في القضية الفلسطينية، خاصة مع وصول صواريخ المقاومة إلى مختلف المدن الفلسطينية وإغلاق مطاراتها التابعة لحكومة الاحتلال. جاء ذلك خلال ندوة نظمها راديو البلد مساء أمس بعنوان ما هو المطلوب تجاه العدوان على غزة، بمشاركة نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب أسماء خضر والكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي والقيادي في الحركة الإسلامية سالم الفلاحات. وحول موقف الأردن من العدوان على القطاع أكد المصري أن المصلحة الوطنية الأردنية العليا تتمثل بحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود عدة قيود لتلبية المطالب الشعبية بطرد السفير الإسرائيلي أو سحب السفير الأردني من تل أبيب. ثبت برأيي أنا بالوجه القاطع لكثير من الناس حتى المتشككين في السابق بأن المفهوم التفاوض البحث فقط غير مجدي وغير نافع، ويجب أن تتغير الاستراتيجية العربية الشعبية والفلسطينية والعربية. لا بأس من التفاوض، لكن يجب أن يكون هناك مقاومة تضيف للقوة ودعم للشخص الذي يتفاوض أو للهيئة التي تتفاوض. هذا الشعب يضيء شمعة في زمن الظلام ويقول أن العدد والعدة والإمكانات والمساحة الجغرافية والظروف القاسية والتوافق العربي والغربي والصهيوني على القضية المركزية للأمة وعلى حرية الشعوب لم يقف عائقا أمام قدرة شعب محاصر أن يصمد. شيع مئات الفلسطينيين اليوم جثمان الشهيد محمد الأعرج إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم قلنديا في رام الله المحتلة. وكان الأعرج قد استشهد عقب إصابته خلال مواجهات عنيفة اندلعت مساء أمس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز قلنديا العسكري خلال مسيرة حاشدة نظمت دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على القطاع. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. جاء العيد إلى فلسطين مبكرا هذا العام، فالعيد هنا ليس لبسا جديدا أو عطرا فاخرا، إنما علم تلف به جسدك وعطر فاح من دمك، وأن تحمل على أكتاف من يعرفونك ومن لا يعرفونك، فالشهادة وحدها ليست بحاجة إلى أسماء.
الشهيد محمد الأعرج 17 عاما ارتقى شهيدا خلال مسيرة حاشدة على حاجز قلنديا تضامنا مع سكان غزة، فحمل على الأكتاف عريسا تزينه الورود. جيش طلعوا على الجدار من كثر ما هم مضغوطين، هلكتها ضربوا عليهم كنيت ميليتوف، شايف الجدار تسلخ باغة حي كاملة، شفناه يعني وقع على الأرض الشهيد، بس من كثر العيل طخوا ما كدش ولا واحد، يعني اللي بكي يصل عنده متر بكي ينزل. شهيد القدس أو غزة أو الضفة الغربية هو شهيد كل فلسطين، تمنى أن يكون في غزة وأن يناضل ويجاهد مع المجاهدين هناك كما كان يقول لوالده. أمنيته تحققت وارتقى شهيدا تفتخر به عائلته التي ترجو الصبر من الله. مسيرة بخمسين ألف شخص، محمد أول واحد فيهم بيوصل الحاجز الإسرائيلي، بنادي على الشباب وكلهم تقدموا، يعني احنا بنفتخر فيه، يعني هذا يوم شرف إلنا، ربنا أكرمنا فيه يا محمد، ربنا كرمنا فيك في ليلة القدر في هبة القدس على عتبات القدس، استشهدت يا محمد، استشهدت مقبل غير مدبر، هذا شرف عظيم إلي أتوج فيه. الاحتلال يريد أن يكسر الإرادة الفلسطينية، يريد أن يكسر أي إمكانية للتصدي الشعب الفلسطيني من أجل مطالبه. نحن نقول لهذا الاحتلال أن الشعب الفلسطيني أمامه هدف وهو الحرية، وأن لا شيء سيردعه في طريقه من أجل الحرية. ليلة القدر يسكنها الهدوء والسكون، لكن أصوات الرصاص الحي والقنابل أفسدت تلك الليلة، وأصر الاحتلال أن يبقى قذرا في كل اللغات والأديان. ليلة القدر خير من ألف شهر، يبتسم الفلسطينيون فرحا بها وإحياء لها، فمن صلى تلك الليلة له أجرا مضاعفا، فما بالك بمن قاوم واستشهد، فهنيئا له الجنة. أحمد براهم، رؤية، مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. شهدت العاصمة الإيطالية روما يوم أمس احتجاجات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو أسبوعين على قطاع غزة، بمشاركة محتجين عرب وأجانب وبدعوة من جمعية التضامن مع الشعب الفلسطيني وبعض المؤسسات والمنظمات الأهلية، وإلى تركيا حيث شهدت العديد من المدن التركية مظاهرات ومسيرات احتجاجية للتنديد بالهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة. وحرص المحتجون على حمل الإعلام الفلسطينية والتركية معلنين عن تضامنهم الكامل مع الفلسطينيين وقضيتهم، معتبرين تلك القضية قضية تهم المسلمين أجمعين. وخرجت مظاهرات في مدينة لاهاي الهولندية منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وردد المشاركون هتافات مناهضة لإسرائيل وما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين. وإلى لبنان حيث نظم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر السفارة المصرية في بيروت للمطالبة السلطات المصرية بفتح معبر رفح، كما تجمع المئات أمام مبنى الأمم المتحدة في وسط العاصمة دعما لمقاومة وصمود أهل غزة. وإلى اليمن حيث نظمت عشرات اليمنيات وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ودعت المشاركات القادة العرب والشعوب العربية إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم. أهلا بكم من جديد. افتتح رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نصور ظهر اليوم بالتزامن مع صلاة الجمعة مسجد الهدى في منطقة الميسة بمدينة الصلب، وأشار وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل داود خلال إلقائه خطبة الجمعة إلى المعاني الإيمانية الكبيرة والثمرات التي يحملها افتتاح بيوت الله، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وأهمية المساجد في توحيد المسلمين وجمع كلمتهم، مذكرا بالقيم العظيمة التي يحملها الشهر الفضيل على الأمة الإسلامية. كما أشاد الوزير في خطبته بحالة التلاحم التي جسدها الأردن بقيادته وشعبه في دعم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذين يواجهون عدوانا مستمرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بهذا بناء هذا المسجد، والبيوت كلها مساجد لله تعالى. نحن نتعامل مع ملك الملوك،
لا نريد جزاء ولا شكورا إلا من ملك الملوك أن يبني لنا قصرا بدلا منه في الجنة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن نتائج الثانوية العامة التوجيهي عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، وأكد الناطق باسم الوزارة وليد الجلاد أن الوزارة ستعلن النتائج مباشرة عقب انتهاء العطلة. وكانت الوزارة أعلنت يوم الأربعاء الماضي البدء في عملية التدقيق الإلكترونية يدويا، وأن هذه العملية ستستغرق عدة أيام. عقد الشباب العربي الأرثوذكسي في عمان لقاء وطنيا بعنوان مستجدات القضية الأرثوذكسية ومصيرة النهضة، وجاء المؤتمر حسب القائمين عليه في إطار برنامج التصعيد الذي ينفذه أبناء الرعية الأرثوذكسية العرب للاحتجاج على السياسات العنصرية والإقصائية التي تمارسها ضدهم الرئاسة الروحية الكنسية الممثلة في البطريرك اليوناني ثيوفولوس الثالث بطريرك القدس للروم الأرثوذكس. واشتمل المؤتمر عدة جلسات حوارية لتوضيح تاريخ وأبعاد قضية الأرثوذكس العرب ومطالبهم العادلة، كما وجه المشاركون نداء إلى جلالة الملك عبد الله الثاني باعتباره راعيا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للتدخل لوقف ممارسات رئاسة الكنيسة لحق أبناء الرعية في الشرق. مطالبنا هي إصلاحية بالدرجة الأولى، هنالك خلل في إدارة الكنيسة وفي إدارة البطريركية، وهنالك حاجة ماسة لإصلاحات جذرية وليس شكلية، ونحن نطالب بهذه الإصلاحات الجذرية من أجل أن تسير الكنيسة إلى الأمام. إحنا ما عم بنطالب بتعريب الكنيسة، نحن بنطالب بإشراك أبناء الكنيسة في إدارة شؤون كنيستهم. ما في الكنيسة قومية، الدين للجميع، فلذلك كان يوناني، كان من أي مصدر موقع أو أي قومية، إحنا نعتبره ابن الكنيسة، ولكن ما يجب أن تشارك أبناء الكنيسة العرب في إدارة شؤون الكنيسة. أحيت الحركة الإسلامية ليلة القدر عند السفارة السورية في عمان تأييدا لما وصفوه بالثورة السورية، وأكد رئيس الهيئة الشعبية لنصرة الشعب السوري والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين علي أبو السكر على تضامنهم مع الشعب السوري فيما وصفه بكسر القيد والتحرر من الطغيان. وشارك في الفعالية شخصيات إسلامية وشعبية أكدت على ضرورة الوقوف مع المجاهدين في غزة وسوريا بالمال والدعاء وكل الطرق لتمكينهم من مواصلة جهادهم، وتخلل فعالية صلاة التراويح وابتهالات وأناشيد روحانية. نقيم اليوم فعالية ليلة الاستبشار وسقوط بشار الرابعة، واستهدفنا فيها خلال هذا العام أن تكون مشتركة لهم الأمة كامل، كون جرح الأمة النازف هو جرح فلسطين والعراق وسوريا ومصر. لذلك كانت هذه الليلة للتأكيد على أن الوطن العربي هو وطن واحد، وأن الجرح الذي ينزل وينزف في غزة هو نفسه الذي ينزف في سوريا، وهو نفسه الذي ينزف في مصر بشكل عام. لذلك تم التأكيد على هذه الفعالية خلال الثلاث سنوات وهذه السنة الرابعة على التوالي. ضمن أيام الشهر الكريم تسلط رؤية الضوء على حالات إنسانية من مختلف المناطق في المملكة، وقصتنا اليوم كانت من منطقة وادي الحدادة في العاصمة عمان، وبالتحديد عن عائلة أبو نبيل التي تحيط بها ظروف صعبة من كافة الجوانب نتيجة خسارات متتالية واجهت هذه العائلة من خسارة المنزل وتليها خسارة الابن، إضافة إلى معاناة الأسرة مع اثنين من أبنائها اللذين يعانيان من أمراض نفسية. مراسلنا أحمد الكريم لاني زار عائلة أبو نبيل وأعد لنا التقرير التالي. وضعنا من ثلاث سنين وإحنا تحت الصفر، من ناحية أول هالدار توفى الولد بعيد عنك، الولد هذا كنا اللي هو هذا متعبني هو والبنت، وبعدين انا سني كبير مش القدره يعني اللي اقدر اشتغل في الدار حتى، وبعدين الحج الله يبارك فيه الثاني ما بغلبني، بس صدقني اوقات صراخه في الليل بصرخ يا نور الدين يا نور الدين. قصه نور الدين ان دار راحت بالمزاد العلني، قام زلمي جار إنا شراها، قام تبدى فيها وأخذها. المهم الولد ما قدر يعمل أي حاجة، وعنده هيك عصبي وما قدر يعمل، تفجر الولد تفجير يعني.
قاعده انا عنده والله قاعده ما في شيء، ونسوي له كاسه الشاي، وبدي تفطره اخته، وسوت له بيض شقعت بجنب البندوره. زي بتقول لي قلت لها اصحي تاكلوا لا يجي اخوك، نادي اخوك. اجت نادي اخوها يا ما لقيته معلم في غسالة حوض انت بعد زمان واقف عليه، حط كانون مي كانون بشو عليه وطالع على الغسالة، حط لي بركبته وبقول قلت يا ربي بتحرق مالي مالي سيدي يا ماهر يا ماهر. اجى ماهر طلع على الغسالة جاب السكين وجاب غسالة، طيت ايدي هان كنت بلحق في الروح ونزلته على ايدي تنزيل علمك اللي بيكون مية ثقيل، بس حررت الروح والأماية نزلت وأجوا الناس حملوا لهم بقولوا مية سريرية. قام الولد اللي هو ثاني فات الأماني، والنعدة ثلاث سنين فات الأماني، أكلها بأخذ 200 دينار من الأجار دار، بجيني من الزكاة 30 دينار. هذيك حال نفسية خلقة ربانية من يوم أجت عقليا، مش يعني مش قد البنت، البنت عقليتها من يوم أجت مش كويس، والولد صابوا سحايا وعمره سنه وشهرين. علينا قضايا في المحكمة والحج مشان الدار بدها مبالغ لا بقدر أحسن ولو إن بعرف شو من أدبرها بصراحة. قد ما حاولت وين عمي، بعدين انا يعني بيني وبينك مش صغيره في العمر، والهموم اللي شفتها مش قليله علي. بالنسبه لابني هذا العمر 33 سنه، قرروا له في المدينه الطبيه انه عمليه للخارج، ما فيش له علاج في الاردن نهائي، وما فيش بين ناحيه اللي بتكلف اكثر من 20,000 دينار لما بدك تطلعوا على بريطانيا ولا على امريكا ولا على برا الدول اللي برا يعني. هنا ما له علاج نهائي، وهيو في عنده شلل نصفي، وفي عنده في بده زرع خلايا في الانسجه الدماغيه، بده يزرعوا له خلايا جديده بدال التالفي. اهل الخير يعني من ناشد جلالة سيدنا انه اذا بسمع النداء انه يرأف بحالتنا ويرجع لنا، ساعدنا على رجع البيت ونعالج الولد هذا في المستشفيات اللي برا، يعني في مجال مفتوح انه نقدر نعالجه. نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة مؤتة مأدبة إفطار لأيتام جمعية منشية أبو حمور ومركز أيتام المزار الجنوبي ضمن مبادرة رمضان كل الخير، وذلك بهدف رسم البسمة على وجه اليتيم وجزء من المسؤولية الاجتماعية لجامعة مؤتة. بدورها ثمنت عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدكتورة فيروز لضمور جهود جميع الداعمين لمثل هذه النشاطات، داعية المجتمع المحلي بالاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات والاهتمام بالأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. هذه المبادرة الحمد لله يعني امتازت بالنجاح، حيث أقيمت 3 مأدبات إفطار لأطفالنا الأيتام على مدار 3 أيام، كانت متوزعة كل مرة يعني حوالي 70 طفل أو 60 طفل. بعدها صار هناك زيارة لذوي الاحتياجات الخاصة مركز مؤاب. فكل الشكر للداعمين لهذه المبادرة ولأهل الخير وإدارة جمعية.